هلو جريد 7، اليوم ان شاء الله رح ناخذ درس جديد وكلاسيفيكيشن جديد للحيوانات. نحن من قبل كنا عم نصنف الحيوانات لما كنا بالجريد 4، كنا نقول عنهم انفيرتبريت وفيرتبريت. كنا نحكي على الفيش ونقول انه في عندها البادي تمبريتشر تبعيتها مثلا بتكون فيريبل، بينما المامز مثل الكاو بتكون البادي تمبريتشر تبعها كونستنت. بعدين رجعنا صنفناهم حسب اذا كانوا تريستريال او اكواتيك، يعني مثلا terrestrial and aquatic. فهالتصنيفات هاي تجي نتيجة شو؟ نتيجة انه animals adapt to their environments، انه كل الانيمالز بدهم يعملوا adapt to their environment، لهيك بصيروا بدهم يتكيفوا معاها بطريقة ما. رجعنا صنفناهم حسب الفود دايت تبعهم لherbivore carnivore and omnivores. طبعا الherbivore السكال تبعيتها كانت اذا بتذكر بتختلف عن الcarnivores وبتختلف عن الاومنيفورز. رجعنا عملنا لهم كلاسيفيكيشن جديد لما حكينا على التايب اوف ريسبيريشن، ففي منهم كان عندهم كوتينيوس ريسبيريشن، في منهم كان عندهم كوتينيوس ريسبيريشن، في عندهم بلمونري ريسبيريشن. اوكي، فكان الريسبيريشن عندهم مختلف فروم انيمال تو اذر اكوردينج تو ذير اور بيزينج اون ذير انفايرمنت اور ميديوم. الفيش كان عنده جل، الانسكت عندهم تريكيل اتسترا. اليوم ان شاء الله رح نصنفهم بتصنيف جديد او رح نعمل لهم كلاسيفيكيشن جديد، بس رح نعتمد بالتصنيف تبعنا على التمبريتشر، على درجه الحراره. ونحن هون صنفناهم لنوعين، هوميوثيرمز اند بوكيلوثيرمز. شو معنات كل وحده بيناتهم؟ الهوميوثيرمز هو الانيمال ذات هاف كونستنت بادي تمبريتشر، الحيوان اللي عنده كونستنت بادي تمبريتشر ذات دازنت ديبند اون ذا اكسترنال انفايرمنت، يعني الحراره تبعيته ما بتتغير، الانترنال تمبريتشر ما بتعمل فيري نتيجه تغير حراره الحراره الوسط الخارجي او الاكسترنال ميديوم او الانفايرمنت، يعني بس ترتفع الحراره بيعمل هو ارتفاع، لا ابدا، بتضل الانترنال تمبريتشر of the body is constant، بتضل constant. بس هني شو بيعملوا لحتى يقدروا يتكيفوا مع التمبريتشر او مع الميديوم؟ بيعملوا increase their consumption of oxygen and food، بصير عندهم زياده استهلاك للاكسجين والطعام when the external temperature drops، يعني لما بصير في درجه حراره بتنزل فبصيروا هن شو بيعملوا؟ بزيدوا كونسيوم تبع او الكونسبشن تبع الاكسجين تبع الفود. نحن حكينا لما كنا عم اخذنا درس الريسبيريشن انه نحن بنتنفس وبنعمل اكسهيل وانهيل بسرعه لما بتزيد درجه حراره او لما بتنزل. ليه؟ لحتى نقدر نحافظ على اور بودي تمبريتشر. فهون لانه في عنده عم يتغير التمبريتشر فالاكتيفيتي رح يصير سلايتلي موديفايد by the condition of the climate، أكيد رح ترجع الأكتيفيتي تبعيتهم تتأقلم مع الـ external temperature أو مع الـ climate أو الـ environment. عندنا مثال على الهوميوثيرمز اللي هو البول. إحنا مثل ما شايفين هون هو قاعد وعم ياكل بالسمر ونفس الشيء بالوينتر بالثلج. النوع الثاني اللي هو البوكيروثيرمز. طبعاً البويكلوثيرمز اللي هن الانيمال that have an internal temperature that vary with the of the external، يعني هذا البويكلوثيرمز حيوانات بتتغير الانترنال تمبريتشر تبعيتها لما بيتغير التمبريتشر of the medium of the environment. اوكي، يعني بس تزيد when the temperature increase their internal temperature increase، so also when the temperature decrease the internal temperature تبع جسمهم كمان بتعمل decrease، يعني مثل ما بصير برا بالوسط الخارجي بصير بقلب جسمهم. فعندي هون some table رح نشرح عليهم كيف عم بصير التغير. تيبل الأول عم بيأرجيني the variation of lizard. طبعا الليزرد اللي احنا حكينا عنها اللي هي البوكيروثيرمز اللي هي حيوان بيكون عنده تغير بدرجة الحرارة، يعني حرارة جسمه it's not constant. اوكي، رح نشوف هون كيف عم بيكون بفترات متغيرة من الدايز، هون من الساعة 7 to 10 o'clock كيف كانت ال internals temperature، internal body temperature كانت 10 to 18 والactivity كان none، zero، ما كان في أي activity عنده. اوكي، هون رجع لما عم بصير في اذا عم ننتبه في increase في تزايد to the internal temperature مع فترات النهار المختلفه،
لحتى وصلت للساعة 1 الظهر أو الساعة 12، شو صار عنده internal temperature؟ صارت 30، فالاكتيفيتي كان عنده 100، يعني معناتها حرارة جسمه عم بتأثر على الاكتيفيتي تبعه، وحرارة جسمه عم تتأثر بالبيريود المختلفين من الدايز. هون كمان رح نشوف، نرجع نأكد إنه كيف عم تتغير أو variable of the temperature, internal temperature of the lizard. طبعاً إحنا أخذنا مثال، ممكن تكون snake، ممكن تكون أي نوع من أنواع reptiles. فكيف عم تتغير هون الليزرد حرارة جسمه internal temperature according to the air temperature or to the environment temperature. هون بس لما كانت minus 2 كان بالليزرد the internal temperature only 2. تخيلوا درجة حرارة جسمه كانت only 2. When the temperature began to increase بلشت تزداد، كمان عندي هون ال internal temperature of the lizard بلشت تزداد، حتى وصلت هون 32 كانت ال lizard temperature of the body of the lizard كانت أو ال internal temperature كانت 33. هلا عندي هون على البول، رح نحكي على البول اللي هو ال homeotherms. homeotherms عندي هو عبارة عن، أخذنا نحن مثال عنه البول اللي هو rodent، أو فينا نقول نحن ماوس، يعني نوع من أنواع القوارض. عم يقولون هون إنه هو active، بيكون نشيط طول السنة، okay؟ in the winter or in the summer. حتى بالوينتر بيروح بيدور search for food، البرد يعني المدفون under the snow، okay؟ يعني ما بتفرق معه. وإذا بننتبه هون عندي time of day مختلفين، 6 9 10 13 18 23، okay؟ نجي نطلع على external temperature، يعني ال environment temperature، كانت الساعة 6 الصبح minus 4، رجعت صارت 0، زادت شوي، رجعت صارت، هون عم يصير في عندي أنا increase، okay؟ رجعت عملت decrease. طيب هون شو عم بصير بالinternal temperature؟ شو عم بصير بدرجة حرارة جسمه للبول؟ أنا عم انتبه هون إنه أبداً ما تغيرت ولا مرة، عم تضل 38 من أول الصبح لآخر الليل، ما تغيرت أبداً. معناتها هذا النوع من أنواع الحيوانات اللي احنا سميناه الهوميوثيرمز ما بتتغير درجة حرارة جسمه أبداً مع تغير الوسط الخارجي أو حرارة الوسط الخارجي. عندي هون كمان التابل الثاني عم بيرجوني نفس الفورس كيف الاكتيفيتي تبعيته، حتى الاكتيفيتي تبعيته ما بتتغير لما بيتغير عندي الحرارة أو بس يتغير عندي فترات اليوم. فعندي هون من 0 ل 1 كانت 100، رجعت صارت 100، ما عم تتغير بتغير مثل ما كان عم بصير مع الليزرد. يعني درسنا اليوم كتير بسيط، عبارة بس إنه نحن صنفنا الحيوانات لنوعين حسب التمبريتشر اللي هني بيتكيفوا مشانا. فالمطلوب مني ان شاء الله نرجع على البيت ناخذ ان شاء الله الاكسرسايزز الموجودين بالكتاب لنعمل لهدول التيبلز، نرجع نعملهم جراف. الله يعطيكم الف عافيه.